يعني جنب المطار قريب من المنطقة اه وبتاع، فشاف الأورج اللي هو اللي كان اسمه إيه؟ سانتايزر، كان معرفش يعني، احدث يعني احدث حاجه، إنجليزي احدث ده حاجه مرسل. طالعه مستحدثه في الاورج يعني. فإيه؟ قال له ده بكذا شفت حتة جهاز جديد. جهاز وبتاع مش عارف إيه، قال له بس غالي جدا وبتاع مش عارف قلت إيه له وبتاع. حليم انا لو اطول ابيع هدومي، قال لي لو انت باعوك انت والله وزوجك مش والله هتجيب صباع. والله راح داخل على هو في قلب المنطقة الحرة شاري الساعة، فراح مرجعها ونزلوا. كان حتى احنا بيتنا ليلتها في اللي هو ايه شيراتون هيسرو، لان لا شيرت الطيارة المطار كان بتاع اللي هي حليم، بتاع شيرت المطار. المطار. وبعدين كان كمان ايه يعني المشكله ايامها ما كانش في كريدت كارت زي دلوقتي ولا غيرها، انك كانت انت فلوس خلصت تتصرف. معهوش فلوس، لا فبقى ما الساعه قد ايه واحده قد ايه اضطر هو يرجع الساعه. قد ايه هو بيحب شغله. ما فيش اروع من كده، لا لا ما فيش قد ايه هو اروع من بيحب كده في شغله. سبيل فنه وشغله وعمله. يصرف. يجي لك الساعة 4 ويجيب لك الكلام اللي قبل ما يسافر، هو صبح مسافر الصبح. لا كان دايما يعني اللي حتى مسافر ده بيبقى بيحضر حاجاته، ها احضر اوراق، احضر هدوم، احضر مش عارف ايه حاجات من، انما هو شغله لا انا في يعني. حاجه عايز اقولها بس خايف الاستاذ محمد كرم يزعل، لانه هو كان معانا في الفرقه المسيه، فكان عبد الحليم يجي انا وعمر خرشد غير القبض بتاع بتاعنا من الاستاذ احمد فؤاد ايوه حسن، يجي يضيف يحط لنا، كنا يضيف ناخد 60 جنيه في الحفله مع حليم، يعني مع باقيين ناخد 20 30 جنيه بس حليم يدفع 60 لينا، يجي بعد الحفله كمان يحط لي انا وعمر خرشد كل واحد 200 جنيه، و200 جنيه دي بقى سنة 71 حكاية، دي بقى انتوا الفراودة ده بتوعي. حطينا يعني فوق الموضوع بس ده يزعل الفرقه المسيه. طبعا. ومعانا الاستاذ الاستاذ محمد محمد كرم كرم زمانه قاعد. زعلان دلوقتي يقول استاذ كرم طبعا ما دلوقتي هيقول سمناش. الله. وانا طب انت فاكر يا محمد بس اما وقعوا غرامه على عبد الحليم حافظ وخدها احمد فؤاد حسن، وقع غرامه عليه. طبعا الناس ما تعرفش الحكايه دي. كان ايه وقت الحفله قرب، فاضل 10 ايام او 8 ايام وبعدين ايه، فكان حاول تفتكرني، كان فيها دخلوا ايقاعات زياده وبتاع، فبيضطروا يعملوا بروفات تاني. فعبد الحليم قال اللي هيتاخر 5 دقائق عن ميعاد البروفه هيدفع 10 جنيه كل 5 دقائق ب 10 جنيه. النادي الماسي في العماره اللي فيها عثمان احمد عثمان، ايوه شارع عز لطفي فالاسانسير البلد. اتعطل، ها بعبد الحليم قعد نص ساعه فدفع على كل 5 دقائق، ها 10 جنيه فراح قايل لاحمد فؤاد حسن تلاقيك انت اللي معطل قطعت الاسانسير. مزنوق.